الله عز وجل أكرمني بأن أزور الأشخاص في بيوت المتعافين، متعافين عن الإدمان، كنت أكلمهم عن بعض هذه القضايا، ومن ضمن القضايا كنت أكلمهم عن مسألة أن الإنسان لماذا يعود بعد أن يخرج من التعافي. فجاني أحد الأشخاص يقول لي أنا هذه المرة الثالثة التي أرجع فيها إلى بيت التعافي. إدمان، تعرفوا بيوت التعافي يأخذ مرحلة معينة يسحب منه السموم، ثم بعد ذلك يعطى مكان للتأهيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر، أنا موجود يعني معنا في عمان، والكلفة يعني ليست كبيرة، لكنهم عندهم استشاريين، جانب ديني، جانب نفسي، جانب كذا، موجودة بيوت التعافي الحمد لله، نسأل الله أن يكثرها وأن يبارك تلك الجهود. فكان يخبرني كيف أن العادة تتطلبه بين الفينة والأخرى، لأنه لم يستطع أن يكتسب عادة أخرى. فكنت أكلمهم لماذا يعود بعض الشباب، فلماذا قال أنا 3 مرات، وكنا كلمت بعد ذلك عن خطة سويها يمشي عليها، يعني طبعا هم عندهم مجموعة من الخطوات. فالشاهد من هذا الأمر يا إخوة، نحن بعض أفعالنا الخير والشر نحن نتيجة عادات نتكلفها في البداية، لكنها بعد ذلك تصبح جزء منا. ما الذي يدفع هؤلاء الأشخاص لاكتساب العادات السيئة؟ العائد، علو العائد وعجلته. أقول لك خلاص، الطلاب في المدارس في البداية قد يكون مسألة والله إثبات رجولة، يقول لك إثبات رجولة يضرب هذا الأفضل، سميه الأقبح، أنا سميه الأقبح، يسميه الأفضل، سميه الأقبح، زين هذا الأقبح، قال لك يلا بدأ في الطريق الأول، مرة الأولى يثبت رجولته بين زملائه، ثم بعد ذلك يصبح يريد العائد أكثر 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 أكثر، حتى يصل إلى مستوى لا يستطيع مع ذلك يتحكم في نفسه.